اش كتقول لها السي رشيد فهادشي؟ هاد الامر هذا حقا حنا دابا تقريبا عام ونص هذا ما عمر المواطنين كيخليهم يدخلوا يشوفوا الدورات ديالو، اللي هو في الحقيقه يعتبر هذا الامر يعني ديال المجلس البلدي هو امر ديال الشان العام، المواطن اللي كيصوت عليه، المواطن اللي كيخلص، المواطن اللي كيخلص الضرائب ديالو. ولكن للاسف كاين يعني كاين دستور جديد، حكومه جديده، مفهوم جديد لتسيير الشان يعني المحلي ديال الشان السياسي المحلي ديال المدينه. ولكن للاسف احنا عندنا لازال هاد الناس هادو بعقليه قديمه، بتسيير قديم، بمفهوم قديم، ما عمرهم بغاو يتغيروا. جميع الامور تتغير الا المجلس البلدي ديال مدينه الرش، وهذا هو ما كيحط علامات استفهام. حنا كنحطوا علامات استفهام. اول حاجه بغينا نعرفوا المدينه فين كيمشي، اول شيء بغينا نعرفوا بلادنا المدينه يعني المدينه فين كيمشي. ها انت شوف نعم عاد ما كيحلوا الباب والسيد اللي فات خرج وهذا دابا وهذا الامر هذا هو ما كيجعلنا يعني كنطالبوا يعني المسؤولين لا يعني بما يسمى المجلس على الحسابات ولا الوزارة الداخلية انها تفتح افتحاص دقيق للاختلالات ديال هذا المجلس البلدي. وهو وهذه الاختلالات ما تيأكدها فعلا شكاوى المواطنين. كاين يعني الان دابا عندي انا كمواطن عندي جوج ديال الشكايات اللي توزعات في المدينة للرأي العام ديال جوج ديال المواطنين اللي كيتشكاو من التعسفات ديال السلطات المحليه وكيتشكاو كذلك. وكاين الناس كيتلاقاو بينا باعتبارنا فاعلين ديال المجتمع، فاعلين مجمعويين، كيجيو تيقول لك اودي حنا كنتعرضوا للابتزاز من طرف الرئيس ومن طرف الباشا ومن طرف الاعضاء ومن طرف كذا. وهذا الامر هذا خطير، راه لربما قد يعني يكون انفجار لا قدر الله لا يعلم الله يعني ما سينتج عنه. والان جمال الاحياء يعني عوض هذه الدوره هذه فاش يناقشوا فيها المشاكل ديال المدينه، يناقشوا فيها مثلا كاينه مدرسه ديال الخنساء اللي يعني المواطن الابناء ديال الشعب مهددين بالموت واي ليل صبح. ما هو دور المجلس البلدي في تحريك القضيه من اجل البناء ديالها واعاده البناء؟ كاين احياء ديال بويليلي وديال امازير اللي احياء هامشيه، لا طرقات لا صف لا يعني لا واد حار لا ضوء لا مؤسسات لا. تصور معايا كتبغي المراه تضرب دابا ابرة لولدها وكيخصها تمشي مسافه ديال 2 كيلومتر 3 كيلومتر باش تضرب الابرة لولدها. هذا الامر هذا ديال من؟ فين هو الدور ديال المجلس انه يطالب الجهات المعنيه بتحل الازمه ديال هاد المواطنين؟ كيعرفوا غير الحسابات الضيقه والدورات السريه ونقالات الاعضاء الحسابات ضيقه سياسيه ما فهمتش. ولكن هنا كيتحط سؤال على المواطنين، الان انتخابات مقبله، واش قادين فعلا نغيروا ولا غادي نبقاو الناديو ويرجعوا لنا بحال هاد الناس هادو؟ راه اللهم ان هذا منكر.